العراق والأردن يضعان حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي ضمن إطار الاتفاق بين البلدين، وخطوات حكومية لزيادة الطاقة في البلاد. بعد قرار أوبك بتخفيض تصدير النفط مليوني برميل يوميا، العراق يعلن عدم تأثيره واستقرار صادراته، وسومو تثني على القرار. في ظل التفاوت بين رواتب الموظفين، دعوات لتعديل سلم الرواتب تحقيقا للعدالة الاجتماعية، والبرلمان يدعو لتدقيق أعداد الموظفين. السلطة التشريعية تكسر حاجز الجمود وتعلن جلساتها السبت والاثنين، وسيد الحكيم يدعو لتشكيل حكومة خدمة تتمتع بالنزاهة وحسن الإدارة. عادت أبواب البرلمان الموصلة مشرعة على مصراعيها لعقد الجلسات التي أصابها الخمول لأشهر. عاد البرلمان من بعد ضعف قوة، ومن بعد قوة مصرا على إكمال الجلسات تمهيدا لحسم الاستحقاقات، وكأن كرة ثلجه هذه أخذت بجلباب الكتل لتصحبها لحمية القرارات الحاسمة والمواقف الحازمة. فالبيت الكردي بدأ بمعالجة يحسب أوراقه ويصفر خلافاته ويطرح مرشحا واحدا لا بديل له، وكأن سفينة القوى السياسية التي رفعت شراعها تقول من لحق بنا أدرك الحكومة، التي بانت ملامحها أقرب من ضوء النهار في سحر المواقف. أهلا بكم في مرصدنا الخبري، والبداية من حجر الأساس للربط الكهربائي بين العراق والأردن الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع نظيره الأردني بشر الخصاونة. وقال الكاظمي إن المشروع من شأنه أن يؤمن مسار تبادل الطاقة بين العراق والأردن، وهو انعكاس وترجمة حقيقية لسياسة الانفتاح والتعاون التي اعتمدتها الحكومة. وعلى هامش انطلاق أعمال المشروع عقدت الجانبان لقاء ثنائيا جرى خلاله التباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وإدخالها حيز التنفيذ، ولا سيما في مجالات الربط الكهربائي والزراعة والنقل والأمن الغذائي. مشروع وصف بالمهم كونه يمهد لأن تكون البلاد ممرا لربط الطاقة بين الدول، بالإضافة لما يعززه من توفير الطاقة الكهربائية للمحافظات خلال فصل الصيف القادم. أحمد الزيد والتفاصيل. على الشريط الحدودي بين العراق والأردن التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بنظيره الأردني بشر الخصاونة لوضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين. المشروع الذي أنجز منه قرابة 28% داخل الأراضي الأردنية يسعى البلدان لإنجازه بالكامل بهدف تحقيق 100 ميجاوات كمرحلة أولية بداية الصيف القادم، وصولا إلى 900 ميجاوات وهي كامل طاقة المشروع. خلال 8 أشهر يبدأ تنفيذه ويحصل المواطنين بالنتائج مالته، ومن ثم هناك أكثر من مرحلة. مرحلة أولى بإنتاج 150 ميجاوات، ومن ثم نوصل إلى 500، ومن ثم تطوير الشراكة بين تحول العراق إلى ممر للطاقة لنقل الطاقة بين العراق وبين دول أخرى. فإن شاء الله في انعكاسات
يحس بها المواطن. تغذية المناطق الغربية بالكامل بالطاقة الكهربائية هو ما سيحققه مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلا عن إمكانية أن يتحول العراق إلى معبر للطاقة في المستقبل إلى دول شرق آسيا، وبالتالي ستعود بفوائد مالية كبيرة قد تتحقق من رسوم النقل. هذا الخط مهم جدا لأنه سوف يحقق طاقة إنتاجية بحدود 150 ميجاوات للمنطقة الغربية محافظة أنبار، ومن المؤمل الانتهاء من هذا الخط بداية الصيف القادم، ويتم التجهيز إلى مناطق غرب الأنبار بشكل عام، ومن المؤمل للمرحلة الثانية والثالثة يتم زيادة تجهيز 500 إلى 900 ميجاوات باتجاه بقية أجزاء محافظة الأنبار العزيزة. فيما يسعى العراق إلى إنجاز الاتفاقيات المبرمة مع تركيا والسعودية والكويت لإكمال الربط الكهربائي معها، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة مع تركيا لتغذية مدينة الموصل ب 400 ميجاوات، فيما سيشهد العام 2032 إنجازا لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية حسب ما هو مقرر لتغذية المحافظات الجنوبية. وبالإضافة إلى أهمية الربط الكهربائي لإنهاء أزمة الطاقة في البلاد، إلا أن الطموحات تكمن بأن يكون العراق عضوا في سوق الطاقة الخليجية والعربية ورابطا حاكما لخطوط النقل نحو شرق آسيا. من الحدود العراقية الأردنية في محافظة الأنبار، أحمد الزيدي، الفرات. هذا وكان رئيس مجلس إدارة الربط الكهربائي الخليجي نايف العبادي أكد أن مشروع الربط الكهربائي يعد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تعزز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين دول الخليج والعراق. المشروع اللي وقع طبعا يوفر تبادل الكهرباء بين العراق وبين الست دول الخليجية، وهذا بيكون فيه فرصة صراحة لكل الدول سواء للعراق أو غيرها دول الخليج الأخرى. وهذا مشروع صراحة حيوي بيكون، لأنه الشبكة الخليجية هي أنشأت تقريبا وعملت من 2009، والآن هي تقدم خدمات رائعة للدول من ناحية توفير في الاحتياطي أو مقابلة بعض الانقطاعات اللي حصلت في بعض الدول، وهذا أيضا حيوفر فرص أيضا لدول مجاورة. مع تفاقم أزمة نقص الكهرباء، بات مشروع الربط مع دول الخليج هو السبيل للخروج من هذه المشكلة المزمنة، فيما شكى مواطنون في محافظة واسط من زيادة انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فيما تفاءل آخرون بأن تحقق الاتفاقية استقرارا عاليا للشبكة الكهربائية. فالح القريش والتفاصيل. عندما يئسوا من هذه المروحة والأجهزة الأخرى عادوا إلى مهفة الأجداد، وهم يقلبون قطعة كرتونية ذات اليمين وذات الشمال بحثا عن نسمة باردة في صيف قائظ، فالكهرباء تأتي وتذهب وتضعف وتقوى من دون حسيب أو رقيب أو حتى واضع حلول حقيقية. يعني هذه الأيام من وراء الكهرباء والناس تعاني كلش، المريض اللي ما عنده وين يطيع، يعني اللي ما عنده يسحب مولد، اللي ما عنده يشتري مولد، يعني ترى هي ما ترهم هيجي. ومع الأنباء التي تواردت حول الاتفاق على ربط منظومة الكهرباء العراقية بالمنظومة الخليجية عبر المملكة العربية السعودية، أخذ هذا الحديث يتداول بين الأوساط المجتمعية المختلفة، خاصة وأنه سيزيد من كمية الطاقة الداخلة للشبكة فضلا عن تعدد مصادر الاستيراد وتخفيف الضغط على الخط القادم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فالغالبية العظمى من الآراء مع أي جهد يقلل من حدة المشكلة. يعتبر ملف الكهرباء من أشد المشاكل التي تواجه الشعب العراقي، وهي المشاكل الأكثر تعقيدا على مر السنوات التي مضت، ويجب حل نهائي وليس حل ترقيعي لهذه الأزمة. في وقت يرى مختصون أن العراق لا يجب أن يستمر مستوردا للطاقة،
خاصة وأنه أنفق قرابة 50 مليار دولار على هذا الملف، فضلا عن أنه من أكبر البلدان المصدرة للنفط ويمتلك وزارة فيها آلاف الموظفين، ولأن الاستمرار بهذه السياسة يعني إعطاء ورقة ضغط سياسي بيد دول الجوار، لكنه بلا أدنى شك حل آني وضروري ومطلوب في هذا الوقت. وتبقى الكهرباء مشكلة كل المواسم، ويبقى المواطنون يطالبون بحلول جذرية لأزمة متوطنة تنعكس على كل مرافق الحياة. من واسط فالح القريشي، الفرات. مجموعة أوبك بلس وافقت على خفض إنتاج يومي للنفط بمعدل 2 مليون برميل يوميا. التخفيض سيبدأ اعتبارا من شهر تشرين الثاني المقبل، في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين. هذا وتأتي التخفيضات الكبيرة التي أقرتها مجموعة أوبك على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة لضخ المزيد من النفط في الأسواق التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات. وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل من جهته أكد أن صادرات العراق لن تتأثر بقرار أوبك بلس بخفض الإنتاج النفطي، وأشار عبد الجبار أن قرار مجموعة أوبك بلس يهدف إلى حماية أسواق النفط من الآثار السلبية نتيجة الظروف والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية، مؤكدا أن صادرات العراق لن تتأثر بهذا الخفض نتيجة إدارة الاستهلاك الداخلي وبما ينسجم مع قرار خفض الإنتاج، معربا عن أمله في أن يعود هذا القرار بمزيد من الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية وللاقتصاد الوطني العراقي. من جانبها كشفت شركة تسويق النفط الوطنية سومو أن حصة العراق من التخفيض الذي أقرته منظمة أوبك ستكون 220 ألف برميل يوميا. مدير عام الشركة علاء الياسري ذكر أن قرار أوبك سيمنع الانخفاض المستمر في أسعار النفط ويسهم بارتفاعها، خاصة وأنها خسرت 35% من قيمتها في الأشهر الأخيرة. وأضاف أنه لو لم يصدر قرار بتخفيض الإنتاج فهذا سيؤدي لتراجع مستمر قد يوصل الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل. في غضون ذلك ارتفعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الآسيوية للبورصة العالمية عقب قرار مجموعة أوبك بلس بخفض الإنتاج بنحو 2 مليون برميل يوميا، حيث سجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 93 دولارا للبرميل الواحد، بزيادة $2.80 عن سعر الإغلاق والبالغ نحو 91 دولار، فيما سجلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط في حدود 88 دولارا للبرميل في آخر تحديث لأسعار العقود الآجلة. للحديث أكثر عن الملفات المالية والاقتصادية ينضم معنا في المرصد الخبري النائب السابق في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابي عبد الحسين الياسري. حياكم الله في مرصدنا الخبري، والبداية نبدأ من مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن، ما هي أهميته وانعكاساته على ملف الطاقة الكهربائية في البلاد؟ تفضل. الحقيقة أنا كنت باللجنة المالية، نعم، وليس الاستثمار. نعم، احنا بالعراق مرينا فترات منها بأيام النظام السابق، وهاي الفترة بعد 2003، ونعتقد أن الكهرباء هي الحاجة الأولى للمواطن العراقي. الكهرباء تدخل بالزراعة، الكهرباء تدخل بالصناعة، الكهرباء للأغراض الشخصية، بالتجارة أيضا تدخل. فإحنا كنا نتمنى على الحكومات السابقة أن تعمل في هذا الاتجاه وتطور موضوع الكهرباء، فأي عمل
باتجاه زيادة الكهرباء في العراق هو عمل جيد وعمل خير ومدعوم من المواطنين، وأنا كمواطن ونائب سابق أعتبرها خطوة متقدمة وجيدة وأيدها تأييدا كاملا. طيب، ما هي النقاط المهمة والأساسية في هذا المشروع؟ أنا قلت لجنابك احنا نريد اولا استقرار الكهرباء وثانيا زيادة الطاقة الكهربائية، وثالثا اقلال ما يتحمله المواطن. الان المواطن يروح باتجاه المستثمرين الداخليين يعني اصحاب المولدات ويعطي مبالغ عالية، فاذا دخلت كهرباء من الاردن واكو حديث انه من السعودية ومن الكويت سوف تتوفر الكهرباء، سوف يستقر البلد في جوانب أخرى وليس فقط الكهرباء. طيب، أوبك اليوم أعلنت تخفيض إنتاجها، كيف سينعكس هذا التخفيض على السوق النفطية العالمية وهل سيستفيد العراق من هذا التغيير؟ اليوم أنا استمعت إلى هذا الخبر، صار لي يومين أستمع له. نعم. واستمعت إلى تصريح السيد وزير النفط، قال هذا لا ينطبق على العراق، بس هو بشكل عام بعد التصريح ارتفعت الأسعار. فأنت تعرف النظرية الاقتصادية، وأنا كنت رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين، كل ما زاد الطلب ارتفع السعر، وكل ما قل العرض ارتفع السعر، فهذه تفيدنا احنا بالعراق والبلدان المشابهة إلى العراق. سينعكس إيجابا على العراق؟ بالتأكيد راح يرتفع أسعار النفط. نعم. واليوم ارتفعت والبارحة ارتفعت، فراح العراق يستفيد منها، لا سيما وكما جاء على لسان السيد وزير النفط أنه العراق يعني أكو سماح إلى بهذا الاتجاه. نعم. طيب، ارتفاع أسعار النفط رفع احتياطات العراق المالية، لكن هناك من يعتقد أن هذه الوفرة وقتية تتعلق بارتفاع الأسعار، لكن على العراق أن يدعم احتياطاته بمصادر أخرى. هل تتفق مع هذا الرأي؟ إلى حد ما ما أتفق 100% باعتبار اقتصادي. نعم. هو على العراق أن يتوجه يعني بعد 2003 أن يتوجه اقتصاديا. ما هي المشاريع أو ما هي المجالات الاقتصادية الموجودة بالعراق إضافة إلى النفط؟ النفط مو دائم، خليني أقول لك بصراحة، يعني الحروب تقطع تصدير النفط، التوجه إلى طاقة بديلة يقطع تصدير النفط وإيرادات النفط، فعندنا احنا الزراعة هي نفط دائم والصناعة والسياحة، فاحنا من ذاك الوقت كان المفروض بينك يعني بالحكومة أن تهتم بهذا الجانب. أما الآن فالحاجة ملحة إلى التوجه إلى الاستثمار في الزراعة والصناعة والمجالات الأخرى الممكنة ومنها الخدمات. نعم. طيب، سؤال أخير، موضوع تعديل سلم الرواتب طرح كثيرا في الآونة الأخيرة، ألا تعتقد بضرورة أن يكون هناك سلم جديد ينصف الموظفين؟ بالتأكيد، أنا أعتقد أن هذه السلم متأخرة الآن طرحها. أنا سمعت أن السيد يعني يمثل الحكومة السيد حميد العزي صرح قال احنا القانون في طريقنا الى ارساله الى مجلس النواب، واليوم صرح عضو اللجنة المالية السيد جمال كوجر قال احنا ننتظر القانون يجي ونعدله بما يخدم المواطن. نعم، شكرا جزيلا للأستاذ عبد الحسين الياسري النائب السابق في اللجنة المالية. شكرا جزيلا. شكرا. حياكم الله. شكرا. تضيفا عزيزا علينا. قانون تعديل سلم رواتب الموظفين الذي تنتظره الفئات المستحقة والمتضررة تضاربت الأنباء حوله، كثرت التفسيرات عن فحواه ومواده، ففي الوقت الذي أكدت الحكومة إنها تعمل على تعديل سلم الرواتب قالت اللجنة المالية أن الحكومة الحالية لا تملك صلاحية إرسال مشروع أي قانون إلى البرلمان في الوقت الحالي بوصفها حكومة تصريف أعمال بناء على قرار المحكمة الاتحادية،
لكنها في الوقت ذاته اتفقت مع نظرة الحكومة بالنسبة لهدف التعديل، وهو خلق فرصة حقيقية للتقارب بالرواتب بين جميع الموظفين. اقترح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر على الحكومة المقبلة توفير فرص عمل من خلال تدقيق قوائم الموظفين. وأكد كوجر أنه في حال تمت معالجة ملف ازدواج الرواتب والفضائيين سنوفر ما يقارب 1,000,000 فرصة عمل. وأضاف أن عدد مزدوجي الرواتب والفضائيين يصل إلى 600,000، وأن هناك من يتسلم راتبين أو 3 أو أكثر، مما يثقل كاهل ميزانية الحكومة. غلاء الأسواق وارتفاع الدولار لم يقابلها إنصاف لرواتب شريحة واسعة من الموظفين أو المتقاعدين، وهو ما زاد من واقعهم فقرا. في المثنى مطالبات واسعة بضرورة توحيد سلم الرواتب الذي أحدث فارقا وخلق طبقات مجتمعية. محمود قاسم والتفاصيل. منذ عدة سنوات ولا يزال سلم رواتب الموظفين ورقا على رفوف الحكومة الاتحادية دون إقرار، في وقت تزايدت فيه الفجوة بين رواتبهم من وزارة أو هيئة إلى أخرى، ليجد البعض منهم نفسه أمام صعوبة حقيقية لتأمين متطلبات الحياة. تعديل قانون سلم الرواتب، لأن صار لسنين هناك فوارق كبيرة بين وزارة ووزارة، مثلا وزارة التربية ووزارة الموارد المائية رواتبهم 400 و500، وهناك موظف إذا محتاج احترامات الموظفين الخدمة، موظف خدمة يداوم مجلس النواب راتبه 2,000,000 إذا 2,500,000، هناك فارق كبيرة. يعني شنو راتب الموظف 500,000 وهو شهادة بكالوريوس أو حتى ماجستير راتبه 1,000,000 دينار هنا، أو كوزارات رواتبها قليلة، يعني كوزارة عن وزارة تختلف وفارق كبير جدا بالرواتب. أكو وزارة يعني وزارة تستلم موظفيها 1,000,000,000 ونص ووزارة تستلم 500,000 أو 400,000، يعني أصلا ما تتناسب ويا حجم حاليا الأسواق الموجودة والمعيشي. يعني احنا عندنا إيجار، عندنا مولدة، عندنا طلاب، عندنا مصاريف كذا. موظفون طالبوا بضرورة الإسراع في إقرار هذا القانون لما له من آثار إيجابي في تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين وإلغاء الفوارق الحاصلة بين رواتبهم والتي أثرت على قدراتهم الشرائية وعدم استقرار أسعار السوق. نطالب رئاسة مجلس الوزراء بتعديل قانون سلم الرواتب، لان وجود هناك فارق كبيره بين الوزارات، بين وزاره واخرى واقراره. بما ان القانون ليس له دخل بالتجاذبات السياسيه نطالب اقراره باسرع وقت. موظف ساخذ 500 راتب وعده عائله 13 نفر، وبينما موظف ثاني في دائره اخر ياخذ 1,000,000، لذلك انا طالب صار لي 15 سنه راتبي 400,000، زين وين يكفن؟ ايجار ايجار. فنطلب من الحكومه المحليه المركزيه، رئيس الوزراء، وزير الماليه، رئيس اللجنه، يحققون العداله والتسويه بالرواتب المتدنيه. فارق الاسعار اللي بالسوق ما جاي، يعني 10 بالشهر ما جاي يصرف لنا. نطالب انه حالنا حال الوزارات الباقيه، انه اكو عقود جاي تستلم اكثر من عندنا احنا كموظفين على الملاك الدائم. تاخر اقرار سلم رواتب الموظفين خلف وراءه تفاوتا كبيرا بين طبقات المجتمع، سيما شريحه الموظفين. تفاوت ينظر بمعيشه صعبه وقاسيه لشريحه هي الاكبر على حساب بقيه الشرائح. من المثنى محمود قاسم، الفرات. أعلن مجلس الخدمة الاتحادي المصادقة على تعيين دفعة جديدة من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية. رئيس المجلس محمود التميمي أكد المصادقة على تعيين 163 شخصا من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية وبحسب القوائم المرسلة من قبل وزارة الصحة، مشيرا إلى أن المجلس يحرص على إنجاز تعيينات جميع المشمولين بالتوظيف وفق أحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بعد استكمال الإجراءات المطلوبة من قبل الجهات ذات العلاقة. رفض المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح مقارنة العراق بلبنان سياسيا وماليا، وعد المقارنة زائفة وخلطا للأوراق. وبين صالح في تصريح له أن الاقتصاد العراقي فيه تدفقات نقدية كبيرة وهائلة، والبنك المركزي يتحصن باحتياطات جيدة، مشيرا إلى أن أي عملية تهريب للعملة إلى الخارج يدخل في باب غسل الأموال والجريمة والإرهاب. وأضاف أن قانون مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب قانون نافذ، وهناك تعاون إقليمي ودولي في هذا الأمر.
عضو اللجنة المالية النيابية فيصل النائلي رجح إقرار الموازنة المالية لعام 2023 مطلع العام المقبل. النائلي في تصريح له أكد أن موازنة العام المقبل ستقر في مطلعه وبما لا يتجاوز شهري كانون الثاني أو شباط، مشيرا إلى أن كلا من الحكومة واللجنة ستأخذان بعين الاعتبار الفائض الذي تحقق من مبيعات النفط الخام بعد ارتفاع أسعاره عالميا. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم يدعو الحكومة بالعمل على تعويض المكون الأيزيدي جراء الظلم والإرهاب الداعشي. وزارة الهجرة والمهجرين تعلن شمول أكثر من 6600 أسرة بالمنحة المالية للأسر العائدة إلى مناطق سكنها الأصلية. مديرية الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على 4 إرهابيين وأكثر من 20 متهما بمواد قانونية مختلفة في محافظتي الأنبار وكركوك. الهيئة العامة للجمارك تعلن ضبط 11 شاحنة تحتوي على مواد مخالفة للضوابط الاستيرادية في جمرك المنطقة الوسطى. وإلى المشهد السياسي وبدايته من جلسة البرلمان التي يعتزم عقدها مجلس النواب السبت والاثنين المقبلين، حيث أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن السبت والاثنين المقبلين سيعقد البرلمان جلساته الاعتيادية التي تضمن جدول أعمال يوم السبت 5 فقرات بينها مناقشة القصف الإيراني على مناطق إقليم كردستان والقراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، فيما تضمن جدول أعمال جلسة الاثنين 6 فقرات لمناقشة عدة قوانين ومشاريع قوانين مهمة. رئيس تحالف قوى الدولة السيد الحكيم من جانبه دعا إلى حكومة وطنية تحظى بفريق منسجم يتمتع بالنزاهة وحسن الإدارة. السيد الحكيم وخلال لقائه وفد كتلة عزم النيابية برئاسة النائب خالد العبيدي وعضويه النائبين محمد عبد ربه ورحيم الشمري جدد دعوته لحكومة خدمة وطنية تعمل وفق الأولويات وضرورة استعادة مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي، مشددا على أهمية إعمار محافظة نينوى وإعادة النازحين ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي خلفها الإرهاب. الوقت بدأ يضغط على الحزبين الكرديين للاتفاق على مرشح منصب رئاسة الجمهورية، هذا ما أكده النائب عن الحزب الديمقراطي ماجد شنكالي في برنامج على المسطرة. أكو وقف ضاغط، يعني أكو ظرف ضاغط اليوم على الحزبين الكرديين. أولا الأسبوع المقبل ستكون هناك أيضا عقد لجلسات مجلس النواب وبدأ بعقد الجلسات، قد لا يكون فيها أول أيام تحديد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن بالتأكيد سيكون هناك ضغط من الإطار من ائتلاف إدارة الدولة اللي تم تشكيله أن يكون هناك تحديد لموعد انتخاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي قال أن المرشح لرئاسة الوزراء محمد شاع السوداني سيكون المسؤول الأول عن اختيار كابينته الوزارية، كما له حق إقالة أي وزير غير كفو. الإطار التنسيقي يتحمل مسؤولية اختيار رئيس الوزراء والمنظومة الحكومية، لكن بدون تدخل، ما له علاقة اليوم، أنا أراقبك. وهنالك خطوط اخفاقات، هسه فرض الوزير الفلاني خلينا نقول من طريق الاخوه الكرد، واتفاق موجود به، اذا في حاله اخفاق الوزير الكردي له الصلاحيه ويكون مبسوط اليد على اقالته، والدليل على ذلك بانه قال انا ما اريد وزير تقدم لي، قدموا لي اكثر من 5 جيبوا لي، انا اختار. احنا من نختار؟ كاطار من نختار؟ ما لنا علاقه.
هو صاحب الدفة، هو من يختار الوزارة المناطين بهذا الأمر. فلذلك من يتحمل المسؤولية بالمباشر هو رئيس الوزراء، وما خلف المباشر هو الإطار التنسيقي. نشر مرشح رئاسة الوزراء محمد شاع السوداني محاور برنامجه الحكومي لإطلاع الرأي العام على الخطوات الرئيسة في الحكومة المقبلة. وأكد السوداني في بيان له أن برنامجه الحكومي احتوى ملفات عدة وتضمن 23 محورا، لكن محاور الصحة والكهرباء والخدمات البلدية ومكافحة الفساد ستكون لها الأولوية. وأشار السوداني إلى أنه سيعمل على تأمين الخدمات وتحسين الواقع المعيشي وإيجاد فرص عمل للخريجين والشباب من خلال دعم القطاع الخاص والعمل على تفعيل القطاعات الاقتصادية. وأوضح السوداني أنه يسعى إلى تصحيح مسار الدولة، وقد اتفق مع قادة الكتل أنه سيكون مسؤولا عن محاسبة الوزير حال إخفاقه واستبداله إذا تطلب الأمر. السوداني نفى كل ما يتداول حاليا عن أسماء عن تعيينه مديرا لمكتبه أو كابينته الوزارية المرشحة. بين مطالبات شعبية للإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، أكد مراقبون أن الكتل السياسية تقف أمام مسؤولية مهمة للإسراع بتشكيل الحكومة الخدمية المقبلة بعد أن استمر الانسداد السياسي قرابة سنة كاملة. وبين آخرون أن مرشح الرئاسة هو الخطوة المعرقلة لتشكيل الحكومة القادمة. المزيد مع الزميل صباح حكيم. تبقى دعوات الحوار وتأكيدات الإطار التنسيقي وحلفائه بأن الأيام القادمة ستحمل معها بشائر إنهاء العقدة السياسية والانسداد هي أبرز مستجدات الساحة السياسية في البلاد، سيما مع تحديد جلسة في سبت الأسبوع المقبل إلا أنها لم تتضمن التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية أو مناقشة هذا الملف الأهم في الوقت الراهن لإكمال تشكيل الحكومة وإنهاء عقدة استمرت لأشهر تخللتها خلافات أثرت على الجانب الأمني في البلاد. الأزمة باتت أقرب إلى الحل من السابق، وذلك حدوث عدة متغيرات حدثت على العملية السياسية، منها تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، وكذلك الشيء الثاني اتفاق الأخوة الأكراد تقريبا على شخصية إن شاء الله ستعلن عن قريب، وكذلك الضغوط الدولية على تشكيل حكومة عراقية. صافرة بداية التشكيل بيد الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد، فالدعوات لا زالت توجه لهما من الإطار التنسيقي تدعوهم لضرورة اختيار مرشح بأسرع وقت ممكن وعدم التأخير أو التأجيل أكثر، فيما قد تذهب الكتل السياسية ومنها الإطار التنسيقي للتصويت المباشر على المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية وكما حصل في عام 2018. خيار كما تم العمل به بسنة 2018 يذهب الجميع اللي يحتكموا إلى قبة البرلمان ويتم طرح المرشحين لرئاسة الجمهورية، ثم يبدأ السباق كما تم مع السيد برهم صالح الرئيس الجمهورية الحالي عندما حصل على العدد الأكبر من الأصوات عندما تنافس مع الوزير الخارجية الحالي فؤاد حسين. وتقف جميع الكتل السياسية أمام مسؤوليات متعددة تحتم عليها تشكيل حكومة خدمية تكون بقدر المرحلة الحالية وظروفها، فالبلاد لا زالت تعاني من حالة الانسداد والانغلاق وتابعات ذلك على جميع المجالات، فضلا عن تعطيل إقرار قوانين عدة على رأسها الموازنة السنوية لهذا العام الذي شارف على الانتهاء. صباح حكيم الفرات بغداد. وللحديث أكثر عن تطورات المشهد السياسي ينضم معنا في المرصد الخبري رئيس مركز ألوان للدراسات الأستاذ حيدر البرزنشي، حياكم الله في مرصدنا الخبري. البرلمان سيستأنف جلساته يومي السبت والاثنين، كيف تقرأ هذا الاستئناف وما هي دلالاته؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابكم ولمتابعي قناتكم. حقيقة هي خطوة إيجابية ضرورية بدأت ليس من الموعد المحدد اللي هو 10/10، بل منذ انتخاب النائب الأول. استئناف البرلمان بحد ذاته هو انهاء لحالة الانسداد السياسي، هناك تطور كبير ومهم في المواقف السياسية، منها هو تشكيل ائتلاف إدارة الدولة. هذا التشكيل هو معني باختيار الحكومة. المشكلة اليوم، أو أنا ما أسميها المشكلة، التأخير هو من
بسبب عدم توافق الأخوة في الكيانات السياسية الكردية، وهناك عمل حثيث من أجل تقارب وجهات النظر حتى يذهبوا باتجاه الانتخاب، بمعنى أنه قد تكون هناك حلول قريبة. أعتقد أحد الشخصيات من قادة الإطار له زيارة قريبة خلال الأسبوع القادم إلى أربيل من أجل تحفيز وحسم هذه القضية. استئناف البرلمان بحد ذاته هو بداية عمل جديد، لأن البرلمان حضرتك تعرف تعطل كثيرا. أنا متفائل حقيقة، مسارات السياسية مسارات جيدة، ما خلا اليوم الإطار التنسيق الشيعي لا يريد أن يكون سببا بتمزيق وحدة النسيج الاجتماعي السياسي الكردي، ولا يريد أن يرجح كفة على أخرى. نعم هناك التزام مع الاتحاد الوطني الكردستاني وهذا الالتزام باقي، ولكن أيضا هناك ائتلاف مع الأخوة الديمقراطي، وبالتالي لا يريد أن يحرج في هذه المرحلة. بكل الصور التي نتحدث عنها والسيناريوهات، سوف يمضي البرلمان بعقد جلسة، ويمكن أن نذهب باتجاه سيناريو عام 2018 ويتم الحديث عن المرشحين الموجودين هنا. لكن جدول أعمال البرلمان خلا من فقرة اختيار رئيس الجمهورية، هو هذه المساحة التي أعطاها يعني الإطار التنسيق الشيعي للكتل السياسية الكردية حتى يتفقوا ويتوافقوا، لا يريد أن يحرجهم، لكنه بالحقيقة هي ليست مدة مفتوحة، هناك استحقاقات، هناك مشاكل اقتصادية أمنية، محاول المواطن حقيقة بدأ يتذمر، ما إلى ذنب بما يحصل من صراعات سياسية. فبالتالي اليوم الأخوة الكرد حقيقة مكلفين بأن يراعي كل هذه الظروف الموضوعية التي حصلت داخل البيئة السياسية، وأن يذهبوا ويقدموا. وأنا أعتقد يعني هذه رسالة أيضا للإخوان، يعني سنة ونصف من الحكومة لا يمكن أن نذهب باتجاه التشنج وفرض إرادة على إرادة أخرى، خلوا العملية السياسية تمضي، وبالتالي لديكم ائتلاف وهو ائتلاف إدارة الدولة، فلماذا لا نحترم إرادة الشعب العراقي ونختار؟ ما أعتقد سنة ونص تستاهل أنه نعطل البلاد والعباد، واليوم المواطنين سواء كانوا أكراد أو عرب في كل العراق ينظرون إلى الساحة الكردية، متى تنهي هذا الملف وتختار رئيسا للجمهورية حتى يتم التصويت عليه؟ وأعتقد أنه الإطار التنسيق الشيعي أيضا حقيقة لا يريد أن يحصل هناك خلاف، لأن مدرك عدم استقرار الساحة الكردية ينعكس سلبا على الساحة السياسية في بغداد. طيب، المرشح لرئاسة الوزراء محمد شاع السوداني نشر اليوم فقرات من برنامجه الحكومي، هل هذا يعتبر جوازا لمروره أم ما زال الوقت مبكرا؟ لا طبعا، السيد محمد شاع السوداني الآن هو مرشح ائتلاف إدارة الدولة، ليس فقط مرشح الكتل السياسية الشيعية، يعني الإطار التنسيقي رشحه ثم ذهبوا بالتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى إذا كانت السنية أو الكردية، وتم القبول به. الرجل يده بيضاء ولديه مجموعة من السمات والصفات التي تؤهله إقدامه لنشر هذا البرنامج، باعتبار أنه الآن بدأت ساعات العمل تدق وهو لديه مشاريع وبرامج يبدأ بها من اليوم الأول. أما عن قضية أنه يعني أسمع هنا وهناك سيناريوهات متعددة تخرج بين الحين والآخر، ممكن استبداله، ممكن تخلي عنه، لا، هو واقعا الآن انتقل من مرحلة ترشيحه للكتل السياسية الشيعية إلى الفضاء الوطني لائتلاف إدارة الدولة، وهذا ما تبانى عليه قوة سياسية ووقعوا حقيقة، يعني هناك توقيع بين الكتل السياسية في الفضاء الوطني على ترشيح السيد محمد شاع السوداني. طيب، الملاحظة على فقرات البرنامج الحكومي أنه ذهب باتجاه خدمي، هل هناك استراتيجية جديدة للإطار؟ قطعا الإطار استفاد من التجارب السابقة، وهو يدفع ثمن حقيقة مشاركته في السنوات السابقة وما حصل طبعا من عدم استقرار سياسي واقتصادي وأمني، كلها له تداعياته، فهو يريد أن يستدرك، لا يريد أن يعني الآن يتحمل مسؤولية اختياره، باعتبار أنه الإطار هو من رشح السيد محمد الشيعي السوداني. سابقا رئيس الوزراء الذي يأتي بالتوافق بين كتلتين شيعيتين، اليوم الأخوة في التيار الصدري اختاروا أن يكونوا خارج اختيار رئيس الوزراء، فبالتالي يتحملون المسؤولية، لذلك الحاجات الملحة التكتيكية سوف يذهبون بها بأول منهاج وبرنامج لعمل هذه الحكومة، هي خدمات. نعم. طيب، شركاء العملية السياسية يعني هل لديهم يعني توافق استعداد مع للمشاركة مع رئيس الوزراء المقبل؟ قطعا، هو
طرح برنامجه على الجهتين، على الأخوة في الكيانات السياسية السنية وعلى المنتظم السياسي الكردي، وتوافقوا على هذا الموضوع، ما عندهم مشكلة حقيقة، وبالتالي هم داعمين له. سابقا كان أكو صراعات، أكو نزاعات بين الكتل السياسية، أكو تعطيل لعمل رئيس الوزراء. طيب، هذه أعتقد الآن انتفت. طيب، وانتهت. قصد الكلام أنه سابقا كان هناك شراكة فقط في النجاح، ولكن في الفشل يتناصرون. ما طبعا عن هذه الحكومة القادمة؟ لا، هو الآن الحقيقة الإطار التنسيقي متصدي، وأبلغ القوى السياسية الأخرى أخوان، هذا العمل هو عمل للجميع، والشراكة يجب أن تكون شراكة حقيقية. نعم. فإذا فشل وزير، لذلك أعطيت صلاحية للسيد محمد الشياع السوداني في اختيار كابينته الحكومية، ليس الشكلية كما كان أيضا بالسابق، لا، حقيقية، عنده نقاط، عنده منهاج، عنده برنامج قدمه للكتل السياسية. إخوان، قدموا لي مرشحيكم، وهذا احترام طبعا للكيانات السياسية. شكرا جزيلا أستاذ حيدر البرزنشي، رئيس مركز الوان للدراسات. حياكم الله. أهلا وسهلا، تفضل. لا يعد الكثير من الناس مرض الإنفلونزا وآثارها وتوابعها داء يتطلب مراجعة الطبيب، بل هم من يشخصونه ويصفون لأنفسهم العلاج، كل على طريقته وتجربته الخاصة. نورة السعيد سلطت الضوء على هذا الموضوع، لنتابع. براسيتول انتبايتك فلو اوت وبرخبط، وصفة طبية يقدمها لك مواطن صادفته على الطريق او قريب او صديق، حتى يساعدك على تجاوز انفلونزا موسمية تغلغلت في عظامك واحالت ليلك الى نهار جراء شدتها، لتتفاجأ بان الجميع صاروا اطباء وصيادلة يقدمون استشاراتهم فتسمع اليهم عن طيب خاطر. مع نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف يصاب نصف الشعب العراقي بالبرد، فيما يتحول النصف الآخر إلى أطباء متمرسين يشخصون العلة ويصفون العلاج في دقيقة أو أقل. هو من يجي يقول أنا عندي فلاونزا، هو غير مخول أنه يشخص نفسه، حتى لو صايرة بي حالات إنفلونزا عسى ما قد ما كان العدد، يعني أنه صايرة بي الإنفلونزا هي مرض ما إلى أي علاج حالياً، يعني تقريباً أكو لقاح للإنفلونزا، لكن فيروس الإنفلونزا هو فيروس دائماً متجدد، وبالنسبة للمضادات الحيوية ما تشتغل على فيروس الإنفلونزا، لأن هي تشتغل على البكتيريا فقط. هذا الشيء يعني الجسم هو يعني هبه من الله سبحانه وتعالى، القدره، الله انطى القدره للجسم الانسان انه يقتل فيروس الانفلونزا خلال اسبوعين او 3 أسابيع ماكسيموم. في واقع الامر لا يمكن صرف العلاج من دون استشاره طبيب، فالمخاطر عاليه، والقصص المأساويه التي نتجت عن تناول الدواء الخاطئ كثيره، اذ لا يمكن للتجارب الشخصيه ان توازي علمان قائماً بذاته. مو كل ألم بالبلاعيم معناها التهاب بلاعيم، مو كل قحة معناها التهاب في الصدر. احنا عندنا عدة معايير وعدة أسئلة راح يسألك إياها الطبيب المختص أولاً أو الصيدلي في حال لو كانت الحالة بسيطة. هذا الموضوع يعني الأطباء درسوا به سنين، وراء أخذوا اختصاص والقبلها الروتيشن والإقامة القدمى بالمستشفيات، فيعني هم أصحاب الخبرة يعني بالأول وبالأخير. الأطباء والصيادلة أنفسهم يتحرجون من صرف علاج دون وصفة طبية، فحياة الإنسان ليست قارورة في مختبر للتجارب، بس العراقيين عندهم غير رأي. ليش؟ لأن سبحان الله هم أطباء وصيادلة ومرضى بالفطرة. شلون عرفت أنه عندك التهاب؟ شنو الأعراض اللي هسه تجيك؟ يعني حاسس بزوري سخن مولع نار. تمام. إيه، وبالنسبة العطس مستمر. أي. والكح. أي. لا ينقص العراقي سوى ارتداء صدرية بيضاء، فالبيوت بلا استثناء أصبحت ممتلئة بالدواء وأجهزة قياس الضغط والسكر. هذا هو الحال مطلع كل شتاء، فمن يغير القواعد هو ينطي الخبز الخباز. نورة سعيد، بغداد، الفرات.
أحبتي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام مرصدنا، شكرا على حسن الإصغاء والاستماع، نلتقيكم في مرصد خبري آخر. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وفي أمان الله.